الله، لو انت عندك اعزاء المتتبعة 1+2+3 إلى 10 وعايز تجيب المجموع بتاعها بسهولة وبساطة جميلة جدا، هتقوم عامل ايه؟ هتقوم قايل لحضرتك مستخدم القانون ده هو اللي هو ان في ان زائد واحد مقسوم على كام؟ مقسوم على 2. يعني عندك ان هنا الحد الاخير هنا يبقى 10 في 10 زائد 1 على 2. 10 زائد 1 كام؟ 10 زائد 1، ف10 زائد 1 بيساوي 55. في التكعيب بقى بتعمل ايه حضرتك؟ بتقوم او في التربيع بتقوم قايل ان في ان زائد 1 في 2 ان زائد 1 على 6. اوكي، تبدأ تعوض بقى، بيساوي 5 في 5 زائد 1 في 2 في 5 زائد 1 على 6، وتخلص هذه المسألة الحسابية هيطلع الناتج بتاع حضرتك هنا برضه 55. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.